مشاهدي الأعزاء، طاب مساءكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النسائي لمسات نسائية. لا يختلف اثنان في قيمة العمل الإنساني الذي تقدمه المرأة لأفراد المجتمع، خاصة في المجال الصحي. فحسها الإنساني المرهف يعطي للمريض طاقة إيجابية ويقدم الإسعافات الضرورية والأساسية لإنقاذ المصابين. على لمسات المرأة في المجال الصحي، يسعدنا هذه الليلة أن نستضيف الأخت سمية أطراح، إطار بالإسعاف الطبي الجوي المعروف بالمروحية الطبية، لنتعرف جميعا مشاهدي الكرام على ضيفتي. تابعوا معي الرباطاج التالي. معكم سمية أطراح، من مواليد مدينة طنطان سنة 1988. أعمل كإطار بالإسعاف الطبي الجوي المعروف بسامي، يعني مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية التابعة لمستشفى الحسن بالمهدي، وفاعلة كما أني فاعلة جمعوية، وأشغل حاليا منصب كاتبة العامة لجمعية بادر لتنمية وتكوين الشباب. في نفس الوقت مارست مهنة التدريس بمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة. بداية مساري الدراسي بدأت بمدرسة عبد الله ياسين، ثم إعدادية النهضة، وبعد ذلك الثانوي بثانوية أنس الله. حصلت على البكالوريا في العلوم التجريبية. كان طموحي منذ الصغر هو ولوج عالم الصحافة أو التدريس باللغة الإنجليزية، غير أن رغبة الأهل وتشجيعهم لدخولي مجال الصحة جعلني أخضع لرغبتهم وأضع حلم الطفولة جانبا، ولم أندم على ذلك. درست في معهد التكوين في معهد التكوين الأطر في ميدان الصحي بمدينة العيون مدة 3 سنوات. حصلت على إجازة لأشتغل بعدها في تعيين مؤقت كمساعد الجراح، وبعد ذلك تقريبا مدة 6 أو 7 أشهر بعد ذلك تم تعييني رئيسة مصلحة بالمركز الصحي الحضري بطرفايا، والذي كان ذاك يعني الوجهة الوحيدة الصحية بطرفايا. ومن أسباب التي كانت تعيين المنصب أنني كنت الأولى على دفعتي بجهات العيون بجدور الساقع الحمراء. بعد ذلك شاركت في مباراة وطنية لألج بعدها، وتم قبولي لألج مصلحة الصامي المعروفة كما ذكرت سابقا الإسعاف الطبي الجوي، واشتغلت بها منذ سنة نهاية سنة 2015 إلى حد الساعة، وأعمل إطار بها، والحمد لله وفقت في عملي. وهذه السنة أدرس السنة الأولى بماستر نيتريسيون سيكوريتي أغر أليمونتير بمدينة المحمدية السنة الأولى، وأطمح إن شاء الله للحصول على الدكتوراه في هذا المجال. مشاهدي الأعزاء، رحب بكم مرة ثانية بعد الروبورتاج اللي شفتوه، ورحب ترحيب الحار بالأخت سمية أطراح. مرحبا بك وسهلا في برنامج لمسات نسائية. بك وهلا، وأنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم في برنامج لمسات نسائية، اللي هو الصراحة برنامج مميز، واللي يميزه أكثر هو أنه تقدموا إعلامية راقية. سعيدة بمعرفتك. شكرا جزيلا سمية، ونتمنى وإحنا كذلك على أن نكون عند حسن ظن ضيفاتنا الكريمات وحسن ظن المشاهد الكريم اللي هو برنامج لمسات نسائية هذا العام في نسخته السادسة، اللي برنامج يحث ويصر على إبراز الكفاءات النسائية بالأقاليم الجنوبية. الأخت سمية، أول شيء كيف نعرفه الأخت سمية؟ عندك مسار طويل اللي حققتي من خلاله، أنتي أول ممرضة في الأقاليم الجنوبية، نقولوا إحنا في المروحية الطبية. سابق ما نطرق لهذا الموضوع، ندور أول شيء نتعرفوا على سمية أطراح، مسارها الدراسي، مسارها الأكاديمي. سمية أطراح من مواليد مدينة طنطان، ولكن بالنسبة للدراسة بديتها في مدينة العيون.
الابتدائي كان بمؤسسة عبد الله بن ياسين، الإعدادي كان بإعدادية النهضة، بعد كملت المسار الثانوي بثانوية المصلى. نعم. وكنت الحمد لله دائما وبدون افتخار الأولى على الدفعة في كل جميع المستويات، حصلت على البكر. شرف لنا الأخت سمية. والنبيك. وحصلت على البكالوريا في العلوم، في العلوم التجريبية بميزة جيدة جدا. بعدها قررت، يعني كنت مثلا، كان عندك دعم ديال الأسرة. أكيد أكيد. نعم. من هذا المنبر نوجه تحية كبيرة لوالدي اللي يلعب ما هو إلا دور الأب، بل وحتى دور المربي والأستاذ، الأستاذ في البيت، يعني هو دائما مساندي من الابتدائي إلى حد الساعة، دائما يشجعني فيما يخص الدراسة. الله يخليك إن شاء الله ويطول عمره. ونوجه له تحية من برنامج لمسات نسائية. الله يجزيك. وأكيد ملي ما ننسى على الوالدة، حتى هي دائما دعواتها، ويعني دعواتها معانا والسهر، لأنه راه ما ولا الأب وحده، يعني حتى الأب وخا سند يغير وراء كل، كما كنقول وراء كل رجل عظيم امرأة. نعم. يا هذا هو اللي خلاني انني نتفوق دراسه. بعد منين قبضت البكالوريا قررت اني ندير الصحافه في الرباط او التدريس، يعني كان حلمي هو التدريس. نعم. غير ان الاهل اقترحوا لي انني نختصر المسار، وانك عارفه اني يكون اختيار يعود فيه مسار مهني اقرب. مسار مهني اقرب. نعم. هم شافوا من ناحيه هذا، من ناحيه القرب لهذا، فانهم هذا اقترحوا لي عني ندير هذا، ندخل مجال التمريض، بحكم ان مع التمريض كان في مدينه العيون. العيون. نعم. وفي مده سنوات الدراسه اللي هي قليله 3 سنوات، ومن بعد قالوا لي رانا حنا معاك ونشجعوك باش تكملي ان شاء الله وتزيدي لقدام وكذا، غير مهم انك تختصري، ما بغيناك تسافري وكذا كذا. اذا هذا كان من بين الاكراهات فعلا اللي كان دائما كتجبر الفتاه في الاقاليم الجنوبيه، عدم توفر الاختيارات المناهج التعليمية العليا من بعد البكالوريا، وكيكونوا لها اللي كيختاروا هذاك اللي متوفر. هذا عساكم ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني باختصار توجيه انا ودخولي للعالم مجال التمريض كان يعني اختيار الاهل وهو اختياري. نعم. ولكن ما ندمت عليه عقب ذاك، فعلا دخلت معهد التمريض، قريت 3 سنوات، حصلت فيه على الاجازه في علوم التمريض، وكنت الاولى على صعيد الجهه كامله. كنت الاولى على صعيد الجهه، وكانوا دائما اساتذه كيشجعوني وكيقولوا لي بان خاصك سميه ما تبقي الا كممرضه عادي، انك تعودي استاذه، تكملي ماستر، تكملي دكتوراه. كانوا كيشجعوني ويحفزوني، وقررت عني لاهي نمرق من ديك النمطيه ديال الممرضه لا اسعافات عاديه اوليه، نزيد في المسار الاكاديمي، نزيد في نتفوق في هذا التكوين، ونحصل على الماستر والدكتوراه. طوري مهاراتك في هذا المجال. وحاليا الحمد لله السنة أولى ماستر دولي، ماستر دولي في اختاريت شعبة الجودة والجودة نيتريسيون اي كاليتي اغرو المونتير، الجودة والأمن الغذائي، اختاريته ونتمنى إن شاء الله منهم قد، ومزلت يعني نطمح نقبض الدكتوراه أكثر إن شاء الله. أكيد ماشي تطمحي، أكيد إن شاء الله بإصرارك بحول الله وقوتك على أنك توصلي الأعلى رتبة الدوري هانتي. ولم أقتصر فقط على الدراسة في مجال التمريض، إلى جانب ذلك درست مجموعة من التكوينات في مجال التواصل، تكوينات في مجال البرمجة المعلوماتية، حاصل الحمد لله على العديد من الدبلومات والشواهد في التكوينات، في التنمية الذاتية. فعندي دبلومات في تدريس تكوين الممرضين والممرضات، يعني كنحاول انني دائما ندعم التكوين من خلال الاساسي. كلامك على انك ما بقيتي فقط منحاصره في مجال التدريس والتمريض، لانه من خلال ان عندك نوع من التواصل مع الاخر، بغيتك تقولي لي المواصفات اللي خاصها تعود في الممرض، لانه هذه فعلا مواصفات اللي عطيتيني، لانه هي مواصفات تتحلى بالانسانيه، تتحلى بالمرونه، تتحلى بالانفتاح على الاخر، رغم لانه
تجيك خارج اوقات العمل ديالك؟ اول شيء خاص الممرض او الممرضه يتحل به هو الضمير المهني، لانه يعني الانسان كي الممرض ولا الممرضه ولا الطبيب ولا الطبيبه كيتعامل مع انسان، مع واحد انسان، ما يتعامل مع اله. الاله الى غلطتي فيها راهي ما الى خسرت ما هي مشكله، ولكن الانسان يعني الضمير المهني خاص نخدم بامانه. الصبر يعني الصبر نتحلم من اللي بهذا الصبر يتضحيه كما قلت لك. نعطيك مثال انه مريض كيكون في مثلا مريض مثلا في مصلحه معينه، مريض وناعس مده مثلا اسبوع ولا كذا، والممرض هو اللي سهر عليه. الممرض عينه واعي والمريض راقد، اذا هو يسهر على راحه هذاك المريض. قد مثلا اش نقول لك، مثلا احنا في الاسعاف الجوي، في الاسعاف الجوي هذا كان نجبر ياسم خطوره، يعني لا سواء في الجو ولا سواء في يعني كتحمل مسؤوليه كبيره مدي مريض في الجو، في تقلبات الجو، في ياسم مسائل، ولكن هذا كامل انت كتنساه. تجربه مهمه بحد ذاتها والله ديال، وخصوصا مرة تكلمينا بالضبط على تجربتك. انا بعد الجو عندي كاع فوبيا من الطياره، خلي كاع نعود طالعه مثلا عندي مهتمه بشخص اخر. الله، هذه الملاحظه اللي قلتي اخت فتيحه ياسر من رجلي قالها لك، يقول احنا نمشي كاع لا مسافر عادي في مثلا في الحافله او في السياره او كذا، يقول لك كيفاش انت يعني كتحمل، يعني انسان كيمشي يلف مثلا الطياره عادي مثلا هو لا كازا كيمشي ساعه ويتعب وكذا وكذا، فما بالك عندك ماشيه كترافقي مريض في الهليكوبتر، مدينه ثانيه في الهليكوبتر، في الهليكوبتر ومهتمه باموره كامله، وعندك مسؤوليه المريض، مسؤوليه المعدات اللي مدي معك في الهليكوبتر، لانه الهليكوبتر تجهيزاتها كتكون عندنا احنا في المصلحه، هي معداتها خاصه، وكنرفدوها وكنطرحوها في الهليكوبتر. خاصك مسؤوله على جميع التجهيزات ومسؤوله على المريض وفي نفس الوقت يعني راد بالك مع البيلوت، راد بالك مع ياسم الامور، فهمتي؟ يعني شتي شي خاصك تنبهي تحضري بطريقه لبقه، والمريض معاك ومعاك طاقم ثاني، معاك شخص ثاني. الى جانب التمريض والهليكوبتر قلتي على ان كذلك في مجال التدريس استاذه في المعهد المريضين. التدريس جاء بمحض صدفة، لأنه أنا أصلا كنت طالبة في المعهد، وبعد مني تخرجت وانتقلت إلى مدينة العيون، والتحقت عقب مني انتقلت من مدينة الطرفية عفوا إلى مدينة العيون، وشاركت مباراة وطنية لألتحق بمصلحة السامي اللي قلنا الهليكوبتر الطبية، تم استدعائي من طرف المعهد. ياك هنا نرجعوا لتجربتك في مجال التدريس وتجربتك في مجال اللي انت مولف المروحيه عقب من يجي انا وانت والمشاهد الكريم من فقره شهادات واراء. سمية اطراح من الممرضات الاولى في هذه المصلحه، وما يمكن لي الا نقول شهاده حق انها يعني من ممرضات الاوائل ونشطه وعمليه وتبغي المصلحة ديالها وتساعد المرضى باش يلحقوا في ظروف جيدة، ويعني وأغلبيتها والطفيلات اللي خدمت المصلحة يعني يعانوا من مشكل ديال السفر، يعني ودائما في يعرضوا نفسهم للأخطار سواء في الطريق سواء في الجو في المروحية الطبية. وصراحة ما يمكن لي إلا أن أشكرهم ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية والعائلية. وسمية أطراح من الممرضات النشيطات الحمد لله اللي مداومة معنا في المصلحة من منذ بداية المصلحة إلى الآن، وهي مازال الحمد لله فيها وتبغيها رغم الإكراهات اللي ديال الطريق ورغم المشاكل ورغم ياسر من المشاكل اللي كيلقاها الطفيلات هنا في المصلحة، لا في التنقلات ولا في المأوى ولا في خصوصا الطريق، يعني المسافه الطويله يقطعوا المسافه الطويله ويرجعوا ملي يمشدوا يدوا المرضى. نتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنيه، وصراحه هذه المهنه كانت حكرا على الرجال، ولكن تبارك الله نساء المصلحه نساء واعدات، نساء يعني يستحقون كل التقدير والاحترام. مشاهدي الاعزاء مرحبا بكم مره اخرى، ومرحبا بضيفتي. كيف شفتوا معنا جميعا فقرة شهادات وآراء اللي كانت في حقكم الأخت سمية؟
دورك تسترسلي لي أكثر في هذا مجال التدريس، في مجال التعليم، وكذلك حتى انخراط الشابات في مجال التمريض بالمعهد اللي درسوا فيه. كما قلت لك، دخولي لمجال التدريس كان محض صدفة، حيث كان عندهم خصائص في الأساتذة، تم استدعائي لندرس مادة من المواد الأساسية. طبيعة الحال قبلت، علاه؟ لأنه أولا بدون افتخار كان عندي رصيد معرفي اللي هو كبير، لأنه سنوات الدراسة اللي قريت والتفوق اللي كان على رأس كل سنة، لدرجة أنهم كانوا يقولوا لي لا فارسة القسم بدون منازع، يضحكوا معايا بعض الأساتذة ويقولوها لي، يقولوا فارسة القسم بدون منازع. يعني جاني تدريس سهل بصراحة، بدون ما لقيت فيه إشكال. غير كانت واحد هذا عيب أكبر، لأنه باش أنت تقرأ تستوعب المعلومة مو بحال أنك تدرس. راه خلك كم من شخص يعود عنده معلومات، يعود عنده رصيد معرفي، ولكن ما يعرف يوصل لا بيداغوجي. دونك في هذه المسألة كنت 16 أساتذة اللي أكبر مني خبرة، باش نعرف لا بيداغوجي، باش نوصل المعلومة للطلبة. ودائما في التدريس، يعني كم انت بقى ديك 5 دقائق ولا كذا من الحصه، دائما نعطيهم نصائح، انهم نصائح يعني اللي تنفعهم منين يعودوا لي يولجوا مجال الشغل، لانه الدراسه شيء والتكوين شيء والعمل شيء ثاني. دونك مساله ثانيه، جوابا على سؤالك، الحمد لله انا كنلاحظ عنه عاد اقبال كبير على مجال التمريض، لا من ناحيه العنصر الذكر يعني الذكور والاناث، كل شيء عاد عندها. واللي قاع الحمد لله اللي زاد اقبال هو دخول تخصصات جديده عندنا الحمد لله في العيون. ديك الساعه احنا فاش كنا قرينا، انا بروموسيون 2011 كان عندنا تخصصين، ممرض متعدد التخصصات وممرضه في التوليد. درك الحمد لله عاد عندنا ممرض متخصص في الانعاش، يعني الانعاش والتخدير يعني البنج، وعادوا عندنا ممرضين اختصاصيين في الراديو، ممرضين اختصاصيين في هذا في المستعجلات، وتخصصات اخرى دخلت. يعني الحمد لله عدد الطلبه عاد ما تلاو يمشوا الى التليه كيقراو فكيديروا ولا كذا، يعني عاد زادوا التخصصات، وهذا من هذا الشيء يعني مكسب للمنطقه بشكل عام، ومكسب ان احنا مولي، يعني يعودوا اولادنا اللي قراوهم هما اللي يجوا يخدموا معنا. نعم، جميل جدا. الله. باش تنصحي الممرض والممرضات بصفه عامه؟ ننصحهم بشكل عام هو الامانه في العمل. الامانه العمل كما قلت لك قبيل، عنه انسان يتعامل مع مريض، المريض نصبر عليه، لا تالم نصبر عليه، ولا سكك نصبر عليه، ولا بكى نواسيه. خاصة نعود مع المريض نعود له اب وام واخت، يعني خاصة في واحد المسألة اللي عارفة الجميع، أنه المرض هو أكثر شخص يقضي ساعات طويلة مع العائلة، تمشي والطبيب يمشي، العائلة تجي تزور وتمشي، الطبيب يوصف العلاج ويمشي، ولكن شكون اللي كيقعد مدة طويلة مع المريض؟ هو الممرض أو الممرضة. لذلك فهو يعني عنده عيب كبير، وخاص يتحمل مسؤولية أكبر، يخدم يعدل له إسعافات كاملة بأمانة، وما يقصر في حقه، يعني يعطيه اللي قد يعطيه من جهده ومن هذا، ما يقصر يعني في حقه. يعني يتحلى قد ما قد يتحلى بالإنسانية. والله، لأنه عمل إنساني أكثر من المهنية. الله يجزيك على هذه النقطة اللي قلتي، الإنسانية أكثر من المهنية. أكثر من المهنية. بحالاش كتوفقي ما بين حياتك الخاصة، العمل، الدراسة السمية؟ فعلا هو صعب عنه توفقي بين ذا كامل، ولكن كل شيء هو تنظيم الوقت، والإنسان يعود عنده برنامج يومي. أنا دركت وعندي واحد عادة ملفة نعدلها، دائما ما حد نتناول وجبة الإفطار بكل مزيد في الدار، نكتب البرنامج اليومي اللي نعدل، هذا النهار اللي نعدل فيه كذا كذا، هذا النهار اللي نعدل فيه كذا، من يعود الإنسان يعرف كيفاش ينظم وقته، أكيد ليه يعود ناجح في حياته، وليه يحقق ياسر من إنجازات في وقت قصير. يعني نعطيك كيف ما شرط لك قبيل، يعني انا سبحان درك في المجال المهني يعني 6 سنوات باش توظفت في 2012، وفي 6 سنوات مارست التدريس ومساعدة الجراح، وقبضت منصب مسؤوليه، وحاليا اتابع الدراسه. هالشيء كامل هو تنظيم الوقت.
طبعا الحال بعد فضل الله عز وجل والاهل وتشجيعه من الاساتذه، ولكن الانسان لما كينظم وقته مثلا، نعطيك مثال، كاين مثلا واخا انسان مثلا يعني مثلا الى خطيتي نص نهار وانت راقده عرفتي عنه تخطى نص نهار كامل ما عدلتي في شيء، ولا قعدتي خمس ساعات خرجتي لا التلفازه وحدا عرفتي عنه هيك خمس ساعات تقدري تعدلي فيها ياسر من المسائل اللي مفيده لك انت ومفيده لمجتمعك. المساله الثانيه هو اني كما قلت دائما عندي سبحان الله دائما في فتره الصباح كان برنامج يومي، ودائما في ذاك البرنامج اليومي ما نخلي كامل ولا عمل عمل ندير زياره نكتب يعني زياره عائليه اليوم نشوف الخاله نهار نشوف كذا لي مع نمشي الندوه نمشي التكوين نقد نقبر كتاب نقرا يعني كيكون هيك عنه في بعض الاحوال يجوك تعرفي احنا مجتمع للصحراوي اللي هو مجتمع ما يقد يلتزم كذلك حتى العمل الجمعوي عنده حقه. والله اكيد العمل الجمعوي عنده حقه لانه باش تعودي انت فاعله في المجتمع باش فاعله في المجتمع خاص انا بعد نقول عنه العمل الجمعي هو الباب اللي يخلي اي امراه او اي رجل يبين المجال اللي هو فيه فضاء اللي قد يحقق فضاء يحقق فيه لانه لا كتنفتح لواحد الشريحه كبيره. اذا كنت انا مثلا لا ممرضه ولا استاذه في المعهد يعني استاذه كانت خاطب لا تلاميذ طلبه ممرضه يخاطب يعني مع لا مع المرضى ولكن ملي كتدخل العمل الجمعوي لين نعطي ندير ندوات ندير تكوينات ندير يعني لين نفتح المجتمع بشكل اكبر ندير واحد المقاربه تشاركيه. والله نقولوا احنا كتفرغي ذاك كامل الدور انت مثلا يعرفوا الناس شنو الممرض يعرفوا شنو الاهداف اللي كتركزي عليها من غير مثلا التعريف بالمجال الصحي وبالمجال التمريضي في مجال المجتمع المدني العمل. الاهداف الثانيه اللي كتشتغلي عليها مثلا اللي كتستهدف المراه بصفه خاصه يعني ممكن توضحي السؤال اكثر ما فهمت السؤال. من خلال عملك في المجتمع المدني واش كتستهدفوا النساء وشني المواضيع اللي كتستهدفوا بهم النساء؟ انا كبدايه يعني كبدايه في الطرفايه وبدايتهم في العيون دائما كنت كنتكلم على المجال الصحي التوعيه في المجال الصحي مثلا سرطان الثدي يعني نوع النساء كيفاش تقد المرض تعود اميه ولكن تعود عارفه كيفاش لو تجعد كيفاش اللي تتوجه من اللي تقيس من اللي تسول من اللي كذا يعني هذا في البدايه هذا هو اللي كان ولكن هون قدام كما نخمم يعني انه يعود التكوين ما هو الا في المجال الصحي يكون مجالات اخرى ان شاء الله. في مجال التغذيه مثلا هي التغذيه اللي هو بحكم ذاك هو علاه درت انا ماستر في التغذيه راك عارفه يعود عليها مثلا في مجال التغذيه في مجال مثلا الحميه علاه شله. اذا من عند مجال التغذيه ومجال الحميه ننتقل انا وانتي المشاهد الكريم للفقره الاخيره من برنامجنا اللي هي فقره تتكلم عن الطبخ والطبخ التقليدي الصحراوي شنو هي الاكله المميزه عند سميه اللي تتقنها هي واللي تنصح بها واللي زينه عندها. الحمد لله كما نعرفوا كامل على المطبخ الصحراوي الحمد لله غني بالاكلات الزينه والصحيه وش نقول لك قاع طبخ المطبخ الصحراوي كامل زين ولكن انا نفضل معرو اللحم هو اكلتي المفضله واللي نتقنها حتى قباله ياك صحيه صح اكيد وحنا راه خاصنا نستافدوا اليوم اكيد صحيه خاص تعرفي عن اللحم وخصوصا على لحم الابل خاص تعرفي عن لحم الابل هو غني بالبروتينات غني بالمعادن غني بالفيتامينات. لحم الابل يساعد على هذا خفض الضغط الدموي يقي من امراض حموضه من المعده تصور عنه ينقص من حموضه المعده يقي من امراض القلب والشرايين يعني الحمد لله على هاي الخيرات اللي عندنا. هذا بعد النصائح اللي عطيتيني اياها اليوم زينين حتى عن لحم البيت عنده فوائد زينه. كلمه اخيره للمشاهد الكريم. اولا بعد شي نقول لك عني سعيده بتواجدي معكم في هذا البرنامج نتمنى لكم المزيد من النجاح ومن التفوق وكلمه اخيره عنه نقول اي امراه او اي شابه تعمل عند اي مهنه كما كانت نوعها ما ولا في مجال الصحه اي مهنه انها تبدع فيها
ان تطمح دائما تشوف قدام، لانه دائما ملي كتشوفي تشوفي الفوق توصلي. نعم. ولكن ما حالتك تقولي لا خليني لا خليني كيف تاك، لو كنت انا مثلا فكرت عني انت من لا ممرضه عادي خاك ضربي لي تجبريه 20 عام ممرض يعدل نفس المي عنده طموح. ايه ولكن الانسان دائما طمح نزيد نتعلم نتكون نعدل بحوث نمشي لبرا اي حاجه انسان. شنو نقول لك ما سخيت بكم صراحه، حتى احنا للاسف الشديد حلقتنا اشرفت على نهايتها، والشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدي الكرام، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.